مبروك الفوز، يمكن مدرب شاب لأول مرة حصولك على بطولة مع نادي الكرخ، يمكن إنجاز يحسب لكم ووصولكم أيضا لمباراة النهائي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أبارك اللاعبين الأبطال على اللي قدموه خلال هذا الموسم بصراحة، أبارك لإدارتنا لرابطتنا للجماهير المساندة، أنه بصراحة إنجاز يحسب. إحنا دخلنا هذه يعني المهمة، احنا ككادر تدريبي دخلنا هذه المهمة كفريق نريد ننتشل الفريق من مراكز الهبوط، وبالتالي طلعنا ببطولة الكأس. هذا فد انجاز بصراحة، الحمد لله والشكر. قلت لهم للاعبين، قلت لهم هذا يعني انتم رفعتوا من قيمتنا، مو احنا رفعنا من قيمتكم، لانه بصراحة انا سعيد مو لانجاز شخصي لا والله، وانما لهؤلاء اللاعبين الشباب على الموسم اللي قدموه خلال هاي الفترة، كانوا قمة بالالتزام والانضباط والتدريب. جتنا أيام صعبة بصراحة، ضغط نفسي قوي علينا، تعرف الفريق مراكز هبوط، لكن الحمد لله وشكر الله يعني ما ضيعنا تعب وخلانا نتوج ببطولة يعني بإنجاز. أنا أعتبره إنجاز الأول مرة يمكن الاسم نادي الكرخ، وهذا الحمد لله وشكر يحسب للكل، يحسب لنادي الكرخ ككل.